العالم في تغير جذري في مجال استهلاك الطاقة وفي تحول نحو استعمالها بمسؤولية أكثر، ما يشكل تحدياً لقطاع النفط والغاز عالمياً الذي يسعى جاهداً إلى إنتاج طاقة أنظف بشكل عام ومنتجات نفطية بنوعية أجود بشكل خاص. التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز ودوره الهام في تحريك الاقتصاد الوطني قادت شركتين فاعلتين في القطاع النفطي اللبناني توتال لبنان وآي بي تي إلى التعاون من أجل مواجهة هذا الواقع الجديد. تحت شعار الشركات الكبيرة طاقة للاقتصاد، قررت شركتا توتال لبنان وآي بي تي تأسيس الشركة اللوجستية للمحروقات شيم ميملام المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية ونشاط توريد المواد النفطية. توتال لبنان الحائزة على شهادتي ايزو 9001 وايزو 14001 هي فرع متكامل من مجموعة توتال العالمية الرائدة، وهي اليوم فاعلة في لبنان من خلال شبكة تتجاوز 190 محطة خدمة، وتسعى منذ العام 1951 إلى تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبتين من عمل المجموعة في القارات الخمس. آي بي تي تأسست منذ 30 عاماً ونجحت في الدخول إلى سوق النفط والغاز اللبناني واحتلال مراتب متقدمة فيه، وتضم شبكة محطاتها أكثر من 180 محطة خدمة وتقدم أجود أنواع المنتجات والخدمات النفطية. وفي إطار عملها المسؤول تلتزم آي بي تي بالممارسات المستدامة في جميع عملياتها ونشاطها اليومي. تاريخياً شهدت السنوات الطويلة تعاوناً كبيراً بين الشركتين، كما ساهم بشكل أساسي التقارب في الاستراتيجية وفي الممارسة المسؤولة في الأعمال بين توتال لبنان وآي بي تي إلى قيام هذه الشراكة الجديدة. هذا التعاون بدأ في العام 2011 عندما أصبحت توتال لبنان المورد الحصري لآي بي تي لمادتي البنزين والمازوت، ثم تلا ذلك تعيين آي بي تي من قبل توتال لبنان موزعاً رسمياً في لبنان لمجموعة زيوت ألف التي تضم سلسلة من أجود أنواع الزيوت التي طورتها مجموعة توتال. وقد تعزز هذا التعاون من خلال تزويد توتال مؤخراً آي بي تي بمادة مضافة متطورة وحديثة، فكان إطلاق كوانتوم البنزين العصري والحديث 95 و98 أوكتان المتوفر حصرياً في محطات آي بي تي. واليوم هذا التعاون التاريخي يتقدم خطوة إلى الأمام من خلال الشركة اللوجستية للمحروقات شيم ميملام التي تملك أسهمها كل من الشركتين بالتساوي. ويأتي هذا التعاون في الوقت المناسب لمواجهة تحديات قطاع النفط والغاز والمساهمة في تقدمه وتنشيط الاقتصاد الوطني اللبناني، ويهدف هذا التعاون أيضاً إلى تحسين خدمة الإمداد بالوقود في السوق المحلية وتطوير نوعية المواد النفطية المستوردة إلى جانب التفاعل وفقاً لحاجات السوق. كما تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية في سلسلة التوريد. الشركات الكبيرة طاقة للاقتصاد، هذا ما تهدف كل من توتال لبنان وآي بي تي إلى تحقيقه، والشركة الجديدة بينهما خير دليل على عزم الطرفين على تطوير عملياتهما بما يشكل دفعاً لعملهما في لبنان. والتعاون السابق بين الطرفين قد أثمر نتائج إيجابية، وهذا التعاون المثمر سيكون له طبعاً تداعيات إيجابية وناجحة في الأعوام المقبلة.